نرحب بكم من جديد. تنتشر في الأونة الأخيرة تقارير وأحاديث مختلفة عن السيارات الكهربائية ومدى إسهامها في الحفاظ على البيئة، وتحديدا فيما يتعلق بإنتاج البطاريات التي تعمل بها تلك السيارات، وكذلك محطات الشحن المختلفة لتلك الآليات. فما هي حقيقة مساهمة تلك السيارات في الحفاظ على البيئة؟ على الرغم من أن السيارات الكهربائية قد تعمل بشكل نظيف نظريا، إلا أن تشغيلها يجب أن يأتي من مصدر ما. وتقول وكالة حماية البيئة الأمريكية أن غالبية المناطق في العالم تحصل على الكهرباء من مصادر مثل الفحم أو الغاز الطبيعي، ما يؤدي إلى انبعاثات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. وبالتالي فإن الأرقام والإحصاءات التي أجريت أخيرا تحديدا في الولايات المتحدة تؤكد أن المركبات الكهربائية ليست أفضل بفارق كبير عن السيارات التي تعمل محركاتها بالاحتراق الداخلي، أي تلك التي تعتمد على الوقود التقليدي. وعن البطاريات التي تنتجها شركة تسلا لتشغيل سياراتها الكهربائية، أكدت بيانات نشرها معمل أبحاث أرغون الوطني في الولايات المتحدة عن التأثير البيئي لجميع أنواع السيارات، أن 7300 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون يتم توليدها من أجل إنشاء بطارية تسلا لحزمة طاقة تقدر بنحو 100 كيلووات في الساعة. وأكدت أنه يمكن تقليل هذا الرقم، ما يعني وفق المعمل أن تسلا لديها عائق كبير في التغلب على الانبعاثات، وأن الشركة تحتاج إلى التدقيق بما يخص بطاريات تشغيل تلك السيارات. وعن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمقارنة بين سيارات تسلا الكهربائية وسيارات مثلا شركة بي أم دبليو، لا سيما تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي، أكدت وكالة حماية البيئة الأمريكية وفق آخر دراسة لها أن سيارة تسلا من طراز 3 تولد نحو 110 جرامات من ثاني أكسيد الكربون لكل ميل من القيادة. أما سيارة بي أم دبليو من نفس الفئة والتي تعمل بالغاز فتولد نحو 269 جراما من الكربون لكل ميل من القيادة، ما يعني وفق الوكالة الأمريكية أن الفرق متقارب جدا بما يخص حجم انبعاثات الكربون الصادرة عن السيارتين. وفي المحصلة أكد خبراء في البيئة أن دور السيارات الكهربائية في تلوث البيئة لا يختلف كثيرا عن السيارات التقليدية، وشككوا أيضا بثورة السيارات الكهربائية التي باتت تنتشر بشدة في الأونة الأخيرة. وأكدوا أيضا أن الشركات تروج لتلك السيارات من بوابة الحفاظ على البيئة، بينما حجم التلوث وإن كان أقل بنسب ضئيلة بينها وبين السيارات التقليدية، ولكن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومشاكل البطاريات إضافة إلى شحنها لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل والتدقيق. السيارات الكهربائية من أهم الصناعات التي من شأنها المساعدة في مقاومة التغيير المناخي، وهي اختراع ثوري لكنه ليس بالجديد. نستعرض وإياكم أبرز المحطات التاريخية في صناعة السيارات الكهربائية. أول سيارة تعمل بالكهرباء صنعت عام 1832، أي أنها سبقت سيارات الاحتراق الداخلي بنحو 70 عاماً. في عام 1888 كان المهندس الفرنسي لويس غريغر أول من طور سيارة كهربائية تدخل مرحلة الإنتاج. وفي عام 1972 جاءت شركة بي إم دبليو الألمانية بسيارة حملت اسم 1602، وتستمد هذه السيارة قوتها من خلال 12 بطارية مربوطة ببعضها البعض. بعد ذلك التاريخ بأربعة أعوام، وتحديداً في عام 1976، ظهرت أولى ثمار شركة فولكس فايجن الألمانية بسيارة جولف، والمصنعة بمحرك كهربائي قوته 27 حصاناً. نجحت جنرال موتورز الأمريكية بإنتاج جي إم إي في 1، وهي سيارة يمكن أن تسافر لمسافة 40 ميلاً بشحنة كهربائية واحدة وبسرعة قصوى تصل إلى أكثر من 130 كيلومتر في الساعة. في عام 1997 أنتجت هوندا اليابانية هوندا إي في بلس زد إي 1،
وهي سيارة يمكنها السفر لأكثر من 320 كيلومتر لكل شحنة. عام 2008 شكل محطة هامة في تاريخ صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا موتورز، والتي طرحت سيارتها تسلا رودستار. بلغت شعبية السيارات الكهربائية ذروتها في الوقت الذي بدأ فيه إيلون ماسك في التوسع بسوق سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي، لتصبح الشركة الأمريكية أعلى شركة سيارات قيمة اليوم. فهل ترى أن انتهاء سيارات الاحتراق الداخلي بات قريباً؟ للحديث عن هذا الموضوع معنا من واشنطن أستاذ علوم البيئة والمناخ في الجامعة الأمريكية بول بليتسو، وهو مسؤول سابق عن ملف المناخ في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. أستاذ بول، برأيك هل فعلا السيارات الكهربائية التي روج لها أنها صديقة للبيئة ليست بالضرورة نظيفة بيئيا؟ نعم، هذه السيارات أفضل من سيارات الاحتراق الداخلي، ويمكن أن تصبح أكثر نظافة أيضا لو استعملنا الطاقة المتجددة وبعض المصادر الأخرى لتوليد الكهرباء من دون انبعاثات. فعلينا من جهة أن نستعمل السيارات الكهربائية، ولكن أيضا علينا أن نضع حدا للانبعاثات التي تأتي من قطاع الكهرباء، وهذا هو المفتاح. المشكلة هي أن المصدر الأساسي لهذه الغازات هي السيارات لغازات الدفيئة، وأمريكا هي ثاني أكبر دولة في انبعاثات الغازات، ولا يمكن أن تضع حدا أو خفض هذه الغازات ب50% كما وعد الرئيس بايدن في نهاية هذه العشرية وهذا العقد، من دون تحويل منظومة النقل إلى السيارات الكهربائية. السيارات الكهربائية تلعب دورا أساسيا لحل مشكلة التغير المناخي، وما ينسحب على أمريكا ينسحب على دول أخرى عبر العالم، أوروبا والصين واليابان واقتصاديات أخرى كبيرة تتحول أكثر وأكثر إلى السيارات الكهربائية لأن انبعاثاتها منخفضة، وتحتاج أيضا إلى صيانة أقل، وهي أيضا أقل تكلفة بناحية الطاقة. الآن بعضها أيضا هو أغلى من السيارات العادية، ولكننا نحتاج إلى المزيد من الإنتاج وإلى خفض الضرائب لدعم هذه السيارات. ومع الوقت، لأن التكنولوجيا أصبحت أفضل وأكثر فعالية من السيارات التقليدية، السيارات الكهربائية ستكون أنظف بكثير، ولكن سعرها سيكون أقل بكثير. هذا التحول مهم للغاية وحان وقته، وسيكون لمصلحة المستهلكين والمناخ. ولكن إنتاج البطاريات لسيارات تسلا مثلا وفق Circular Energy Storage، هذه الشركة تقول بأن هذا الأمر وهذه البطاريات تحتاج لكثير من التدقيق، خصوصا بعد عدم إتاحة شركة تسلا للكثير من المعلومات والأرقام. لماذا تخفي برأيك شركة تسلا الكثير من الأرقام؟ من دون شك لابد من أن نحسن من إنتاجنا للكهرباء، من دون شك. والبطاريات التي تستعمل الآن هي بطاريات كهربائية تعمل على الليثيوم، وفي غالبيتها تنتج في الصين أو كوريا الشمالية، وبعضها هنا في أمريكا. هذه التكنولوجيا ربما ليست الأرخص أو الأنظف، ربما هناك تكنولوجيات أكثر فعالية وتتطلب أقل من المواد مثلا كالكوبالت أو النحاس أو مواد أخرى تستعمل في هذا الإطار وتعتبر مكلفة أيضا لمعالجتها. نحن ما زلنا في بداية عهد البطاريات الكهربائية، ولكن أعتقد أنه في غضون سنوات معدودة ستصبح هذه البطاريات أكثر فعالية وأقل تكلفة من الغازولين والوقود
التقليدي، وطبعا انبعاثاتها أيضا أقل بكثير. لا يمكن من السيطرة على انبعاثات السيارات التقليدية، وهذه مشكلة للمناخ. لابد أن نتحول إلى نوع جديد من السيارات، أكانت كهربائية أو تعمل على الهيدروجين أو على الخلايا أو غيره، ولكن نحتاج إلى غير الاحتراق الداخلي لنجد حلا للتغيرات المناخية. يعني نشهد بأن هناك دعاية معادية لكل طرف، يعني السيارات أو قطاع السيارات التقليدية يقول بأن السيارات الكهربائية ليست صديقة للبيئة، أيضا الطرف الآخر شركات مثل تسلا تقول بأن السيارات التي تقود على الوقود التقليدي هي طبعا التي فيها الكثير من الانبعاثات. يعني نحن فعلا أمام مشهد دعائي أو حرب دعائية بين الطرفين، وكيف ممكن معالجة هذا الأمر؟ هنا يجدر أن نركز على المعلومات والوقائع التي تقول إن السيارات الكهربائية التي تزود بالكهرباء النظيفة انبعاثاتها أقل بكثير من السيارات التقليدية. ليس من سؤال يطرح في هذا المجال. هناك دول ربما منتجة للنفط تريد أن تؤثر على هذا النقاش، ولكن السيارات الكهربائية الآن كما هي انبعاثاتها أقل من انبعاثات السيارات التي تعمل على الوقود الأحفوري. ولكن أستاذ بول، عفوا على المقاطعة، ولكن ماذا عن إنتاج البطاريات؟ يعني هناك دراسات كثيرة تقول إنتاج هذه البطاريات للسيارات الكهربائية أيضا مضر بالبيئة. نعم صحيح أن السيارات التقليدية والكهربائية تتطلب إنتاج بعض المواد التي تستعمل الصلب مثلا أو مواد أخرى، والسيارات الكهربائية يستعمل فيها الكوبالت والليثيوم ومعادن أخرى مختلفة. ونحن حتى الآن لم نتعلم أن ننتج عبر العالم من دون أن نعتمد فقط على الإنتاج الصيني، ولكن دول كثيرة الآن عبر العالم تطور أساليب لاستخراج هذه المعادن من دون الاعتماد على الصين وإنتاجها بطريقة مستدامة. كل تكنولوجيا سيكون فيها نوع من الاعتماد على الخارج، ولكن السيارات الكهربائية مجددا فيما يتعلق بغازات الدفيئة هي أقل بكثير من ناحية الانبعاث. لا نقاش على المستوى العلمي حول هذا الموضوع. شكرا لأستاذ علوم البيئة والمناخ في الجامعة الأمريكية الأستاذ بول بلادزو على هذه المقابلة.